هنا وبقرية شعشاع مركز أشمون محافظة المنوفية ولد الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي، لينطلق من هذه القرية الطيبة إلى عالم التلاوة، ليحفر بصوته تاريخاً عطراً بين تلاوته لآيات الذكر الحكيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ومن أرض شعشاع إلى القاهرة وبجوار مسجد السلطان حسن، عاش الشعشاعي بمنطقة الضرب الأحمر ليكون سفيراً من سفراء القرآن الكريم في ذلك العهد. كان على طول كل يوم جمعة لازم يقرأ السورة بتاعت صلاة الجمعة، وكان يصلي الجمعة في سيرة زينب طول فترة حياته لحد ما توفاه الله سنة 62. وحرصاً من الشعشاعي ليترك بصمته بين أهل قريته، بنى منزله على مساحة واسعة، وتبرع بجزء منه لبناء مدرسة لتعليم أطفال قريته، وتبرع بجزء آخر لبناء مسجد الشعشاعي ليظل أهل القرية يقيمون به شعائر الله في حياته وبعد مماته، حباً في شيخهم الجليل.